بعد انتهاء شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا باليمن والمسرات وبداية عيد الفطر السعيد، تنتشر مظاهر الفرحة بين جميع أطياف المجتمع وأعماره، فللأعياد فرحتها الخاصة بوجود الأسرة في ظل الأمن والأمان. نرفع التهنئة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والتهنئة الخاصة للإخوان المرابطين في الحدود الجنوبية، ونقول لهم إن شاء الله فالكم النصر والتوفيق المؤزر بإذن الله. أجواء العيد زي ما أنت شايف ما شاء الله، يعني أول يوم العيد فرحة، تواصل بين الناس، إخوان مجتمعين، الأطفال الصغار، الحقيقة هو يوم فرح للجميع سواء الصغار أو الكبار. نسأل الله إن شاء الله أنه يديم علينا هذه الفرحة وهذه الطمأنينة ويجعل هذا البلد آمن مطمئن. ترتسم الفرحة في صورة جمالية تسطع بالبهجة والسرور، فترى العيد في وجوه الأطفال حيث تجتمع الأسر لقضاء العيد في أجواء مسلية. والحمد لله والله عيدنا بالشمال مبسوطين وأجواءنا زينة مع الأهل والأقارب وطلعه وناسه، والحمد لله مبسوطين جمعة الوالد وجدنا وشيباننا كلهم مجتمعين الحمد لله. أول شيء أحب أعيد خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي عامة وعلى جنودنا المرابطين على الحدود إن شاء الله، الله ينصرهم. والحمد لله والله مستنسين هنا، والعيد فرحة على الأهل والأقارب تزورهم، والحمد لله يعني والله مثل ما أنت شايف أجواء وفرحة وطلعت مع أخوياك ويا عمك، والحمد لله. يعني عيد الفطر والذي يعتبر العيد الأول للمسلمين يأتي ليكون ختام مسك وتتويج لشهر فضيل، نسأل الله أن يتقبله منا ومنكم بصالح الأعمال. للإخبارية علي الكثيري، منطقة الحدود الشمالية.